إذن انتهى نهائي أفريقيا لكرة اليد بالجابون بين مصر وتونس بفوز تونس 26-24. هارد لك منتخب مصر، ألف مبروك منتخب تونس الشقيق، ألف مبروك لمنتخب مصر التأهل لكأس العالم. ولا ننسى أن منتخب مصر حجز بوجوده في المباراة النهائية بطاقة التأهل لكأس العالم، عملوا اللي عليهم. دي الرياضة، مكسب خسارة. بنقول للمنتخب المصري هارد لك، كنا نتمنى طبعا منتخب مصر يفوز، لأن الحقيقة طول البطولة هو الأحسن وهو الأكفأ وهو الأقدر بالبطولة، ولكن هي دي الرياضة، يوم مش متوفق بتخسر بطولة. هارد لك لمنتخب مصر، ألف ألف مبروك لمنتخب تونس الشقيق. الحقيقة نهائي عربي في حد ذاته ده يعني في حد ذاته إنجاز كبير، إن يكون على قمة أفريقيا فرقتين. عايزين نقول يعني مش عايزين الناس تبقى متضايقه او زعلانه، دي الرياضه، محدش يزعل. منتخب مصر حجز مكانه في كاس العالم، المنتخب واضح ان هو ما كانش مستعد جيدا، يوم مش يومنا اللعيبه يعني، حتى في الدفاع هنتكلم مع ضيوفي في الاستوديو كمان عن الحاله الفنيه، دفاع فيه جابات كبيره في على الدايره في دفاع منتخب مصر، مش يومنا، اللعيبه تايهه شويه، في حاله توهان. الموضوع ده بيحصل لاي فرقه على فكره، والفرقه الكبيره. خلينا نتناول ده يعني باكتر شويه وفنيا اكتر طبعا مع ضيوفي الكابتن عبد الرحيم الايوبي نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. اهلا وسهلا. وهارد لك لمنتخب مصر، والف مبروك لمنتخب تونس. الله يبارك، الله يخليك. ومعايا ومعاكم كمان الكابتن عمرو فتحي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد. هارد لك يا كابتن. الحمد لله. مبروك التاهل لكاس العالم، ومبروك لتونس الشقيق. الحمد لله، طبعا بنبارك لهم. تونس بلد عربي شقيق ونهائي عربي خالص. بنبارك لهم على الحصول على الميداليه الذهبيه، وبنبارك لانفسنا الصعود لكاس العالم، والحمد لله. الحمد لله. وما كانش يومنا يا كابتن، احنا مش عايزين برضو نحمل الولاد فوق طاقتهم. لا, لا 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 لا، في اصابات، في طرد، في عدم توفيق، وضع طبيعي. احنا كنا لعيبه كلنا وعارفين ان الموضوع ده ممكن يحصل لفرقه تتوه في يوم تخسر بطوله، ولا يا كابتن؟ هو احنا بس كنا طمعانين طبعا في البطوله، مش هخبي عليك. وكل شويه كلها بتوصل لدور، طموحاتنا بتزيد في البطوله، واحنا حاملين اللقب، وكان الماتش ماشي كويس وكل حاجه. في بعض الحاجات ممكن نبقى نتكلم فيها بقى لاحقا، لكن ما بنحملش الاولاد، احنا بنشكرهم، بنشكر الجهاز الفني، اجتهد على قد الامكانيات اللي كانت متاحه، والامكانيات كانت متاحه جيده. الجهاز الفني انا شايفه موفق، اللعيبه شايفها موفقه. دي رياضه، لازم نخسر، لازم نكسب، لازم نتعلم، لازم نكسب على طول، ما تهقليش. فان شاء الله نشوف تتعوض ان شاء الله، وباذن الله في اللي جاي، واكيد ربنا عينينا حاجه كويسه. كابتن عبد الرحيم، يمكن تونس تفوقت علينا دفاعيا، وكان واضح جدا. يمكن كنا بنتكلم واحنا مع حضراتكم واحنا بنتفرج على الماتش في الكواليس، تحس ان دفاع تونس متماسك، مترابط، ما فيش مساحات فاضيه في خط ظهرهم ورا كتير، على الدايره ما فيش مساحه نخش منها. احنا كان عندنا مساحات كبيره بين اللعيبه، كان سهل جدا المنتخب تونس يوصل لل7 متر ويهدف. هو اجسام لاعيبه تونس كبيره، لعبوا دفاع 6-0 6-0 بالمقابلة الجامدة جدا، بالعنف يعني 6-0 عنيفة جدا، بدليل إصابات أكتر باللاعب إسلام محمد إبراهيم، وحماصة، يا حماصة برضه طرد، حماصة برضه فرق معانا. يعني عاوز أقول إن هم بيلعبوا بعنف جامد جدا، وده المطلوب في كرة اليد على فكرة. يعني احنا شفنا أحمد الأحمر بيلعبوا معاه إزاي بعنف، مش ده عنف مشروع في اللعب، ولكن اللي قصدي اقوله انه المساحات في دفاع تونس كانت مساحات قاعدين على رجليهم يا كابتن. فرقه تونس كانت قاعده على رجليها، بتتحرك برجليها كويس في الملعب، احنا كنا واقفين وقفلوا 6 متر خالص. بالظبط بالظبط، دليل ما عندناش. يعني احنا هدفنا من الدايره يكاد تكون كم هدف من الدايره يا كابتن؟ ضعيفه جدا يعني، بس احنا حطينا مثلا 7 تجوان، حوالي اقل من 7 تجوان، 7 تجوان، 7 تجوان من النص بالظبط، من 24 جون، بس مش كلهم لعيبه الدايره بالظبط كده. وبعدين مثلا عندنا من التصويب من بره ما كانش فيه ضعيف شويه يعني، بس حطينا النهارده 3 من 8 متر، و3 من 9 متر، او 4 اجوان كمان من 9 متر. كان في تصويب من الخارج النهارده لاول مره يعني، غير الماتشات اللي فاتت. صحيح، هقول لحضرتك ليه التصويب من بره كان جبنا كتير، لان احنا ما كناش قادرين نوصل يا كابتن، يعني مش قادرين نوصل، فبدانا نشوط من بره بالظبط. انما في العادي احنا ما نحطش 7 تجوان من على 7 متر ابدا، احنا المفروض ال7 تجوان دول يبقوا 14 جون من على الدايره. مظبوط، ولكن الارقام ما بتكذبش، ده واضح. طب تونس تفوقت على مصر دفاعيا، ما بقولش هجوميا، فرق جونين، احنا حاطين 24 جون مش قليل، ولكن هم دفاعيا تفوقوا علينا بشكل كبير. يعني الشوط الثاني مثلا، يعني الشوط الاولاني حاطين 4 اهداف فاصل بريك، الشوط الثاني ولا هدف، ولا هدف من الاجنحه، حاطين 5 اهداف ومضيعين 4،
كتير الشوط الثاني برضو الاهداف ما كانش كويس برضو كل ده من الشوط الاولاني. بلنتيات مضيعين اثنين وحاطين اثنين والبلنتيين لاول مره اثنين يعني البلنتيين دول كانوا جم كنا زماننا متعادلين يعني. قصدي اقول لك ان يعني احنا بنقول ان هو مش يومنا مش متوفقين ما ينفعش نكسب واحنا بالشكل ده ولكن ما حدش قصر يعني ما حدش يا كابتن عمرو عايز يقصر خلي بالك طبعاً. من الحته دي بالظبط يعني خلينا نقول ان كل الولاد عملوا اللي عليهم حته عدم التوفيق وريال مدريد كره قدم ممكن ينزل في ماتش يخسر 5-0 و4-0 بيبقى حاله توهان في الملعب وده اللي كان موجود النهارده يا كابتن عمرو. بص يا كابتن لسه انا اقول لحضرتك حاجه هو واضح طبعا ان فيش حد بيكسب وفي ناس بتركز اكتر من الناس. النهارده مثلا عندك اللي بيلعب نهائي اوروبا السويد واسبانيا فرنسا بره والدنمارك فين والدنمارك بره بالظبط تمام بالظبط فواضح ان زي ما انت بتقول الماتشات كلها قريبه فرق جون فرق جونين سواء في اوروبا سواء في افريقيا سواء في اسيا هتلاقي نفس الكلام. هي دي الهاندبول صحيح ما ينفعش تجيب جول وتنام عليه برافو عليك ما الهاندبول ما فيش جول وتنام عليه برافو عليك ما فيش فرق ثلاثه اللي هتلعنا بيهم الشوط الاولاني لا 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 الماتش كله عندنا يا كابتن بعد اذنكم يعني انا شايف ان الماتش كله انحصر في السبع دقائق الاولين بتوع الشوط الثاني بس هو ده الفرق تمام نراجع نفسنا في السبع دقائق دول سواء بقى دفاعيا هجوميا اكس غلط ما غلطش دافعنا ازاي قطعنا الكوره باصيناها ازاي لفينا كوره عملنا كوره كل الكلام ده في السبع دقائق الاولين احنا لو كنا كملنا الماتش زي ما كنا ماشيين اول خمس دقائق من الشوط الثاني ما كانش تونس دي تونس دي شباب فيهم خبراتهم قليله ثمان لعيبه بيلعبوا 94 يا كابتن اليوبي 96 فطبعا الولاد دول لما هو فيهم لعيبه طبعا كويسين جدا مش قصدي حاجه بس الخبرات خبرات خبرات واحد اربعه وخمسه خلاص بقى يعني هحاول بقى العب ايه اخلي الشكل كويس هحاول كتونس هحاول اخلي الشكل كويس هحاول اخلي السكور يقل هحاول ما حاولتش يعني متهيألي صعبة التقلب ان هو يكسب الماتش فهي السبع دقايق الاولانيين بتوع الشوط احنا ما جبناش جون فيهم هم جابوا اربع تجوان يعني معتبر ان احنا بديل الدقيقه 7 خاصيه 4-0 في الشوط الثاني الى جانب طبعا الاصابات بتاعت اسلام بتاعت محمد ابراهيم طرد حماصه برده يعني انا عايز برده يعني هم طبعا بقى يعني انا مش عارف انا شايفه مش طرد الصراحه ما انا بقول لحضرتك برده من ضمن عدم التوفيق مش عدم توفيق بقى ما يعرفش الحكم يخطئ في لا مش حكم ده انت دلوقتي عندك اثنين حكام اجانب من اوروبا ما بيحكموش ليه فاينل انت جايبهم ليه؟ جايبين حكام الجزائر يعني 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 انتوا حاطين طقم حاكم جزائري مع كل الاحترام للحكام الجزائريين وعلى راسهم هم حطوا تونس السيمي فاينل ولكن انت جايب اتحاد افريقي جايب حكام اجانب من اوروبا سويسريين على ما اعتقد جايبهم ليه؟ يعني ده ما حكموش يمكن ماتش ولا اتنين في البطوله كلها طب جايبهم ليه؟ ما هو ده برضه ده برضه يعني نقول علامات صح. استفهام يعني صح بقى صح يعني صح. علامات استفهام انت جايب حكام اجانب صح. طبيعي يكونوا بيحكموا الفاينل صح فالنهارده انت ما هو ده برضه عدم توفيق يعني يحصل يعني ايه عدم ما توفقش في صفارتين ثلاثه مع طرد لعيب مع مش عارف اثنين بلنتين ومع ذلك احنا خاسرين فرق اثنين بس بس يا كابتن هيثم برضه عشان لو اتكلمنا على التحكيم انا شايف التحكيم كان كويس بنسبه 90 او حاجه زي كده بس في كام صفاره يا كابتن مش بطال بس بقى ده علينا صفارات في صفارات مؤثره يا كابتن في يعني احنا مش متوفقين محتاج تلحق يعني يديك صفارتك هو مش هيلحقك مش دعوه بس لا انا ما بقولش الحق ما بقولش الحق يعني كمني لا يديني حقي ولا يا كابتن هي كانت في ايدينا يا كابتن كانت في ايدينا في ايد ولادنا في كذا كوره انت وجول لوحدك الجون بتاعهم كان هايل حارس المرمى صحيح صحيح كانوا في منتخب تونس مش متذكر اسمه عشان هم ثلاثه الحارس ده الاخير اللي فنشوا بيه الجيم كان هايل هذا الحارس في اول 8 9 دقائق من الشوط الثاني كان ليه دور ان احنا دخلنا ما اكدناش عليه بقوه دخلنا معتمدين على فرق الثلاثه دخلنا معتمدين ان احنا هنكسب او خلاص الماتش خلص او ودي مشكله ودي بالزبط مشكله بالزبط بس طبعا هم كلهم خبرات يعني كل اللعيبه خبرات احمد الاحمر بيموت نفسه الاخر عشان هو عارف برغم السليم عشان هو عارف ان الماتش ممكن يجي عارف ان الكوره هتفرق مفيش كوره تدلع فيها يعني احمد الاحمر لا احمد النهارده يعني عامل يعني بص يا كابتن احنا عندنا بطوله الجمهوريه بتتلعب اليومين دول اللي هي البراعم والصغار خليهم يتفرجوا لازم كل الناس دي تشوف احمد الاحمر يحترم وعلي زين كمان يا كابتن علي زين كان بلا علي زين كان علي استوى يا كابتن استوى علي استوى يعني علي استوى الصراحه يعني بيحارب لاخر ثانيه علي انا مش عايز بس اكلم لعيبه ولاعيبه لا لا كلهم ابطال ممدوح بس احمد الاحمر لازم نديله حقه ان هو الراجل ده راجع من الاصابه الراجل ده كان بيلعب ماتشات وديه قدام عينيا بيتحامل على نفسه الراجل ده بياخد علاج لغايه دلوقتي وبياخد جلسات كل يوم وي 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 والراجل بيلعب لك نهائي افريقيا 60 دقيقه ولا 50 دقيقه مثلا ورايح شويه ولاخر وقت بيموت نفسه صحيح. لاخر وقت بيتضرب وحتى لو الماتش خلاص خلص فاضل دقيقه هو فاهم كده بيموت نفسه صحيح ده المثال ده المثال ده المثال وخلينا برضو نقول يا كابتن ما نبقاش الدنيا قاتمه كده احنا النهارده في محمد عصام مولد نجم كبير في حراسه المرمى
الحقيقه ابن النادي الاهلي يعني مش عايزين نقول ان ده يعني انا بقول في خلال سنتين ثلاثه هيبقى الحارس رقم واحد، هو بقى دلوقتي من الحراس رقم واحد في مصر. يعني رغم ان احنا في هزيمه بس في حاجات ايجابيه كتير اكتسبناها النهارده، كسبنا محمد عصام، كسبنا يحيى. يحيى خالد هايل يعني كابتن عمرو بيقول لي في فاكر بيقول لي هو كان عينه المباراه النهائيه، معنى كده انه عنده امكانيات كبيره. بخبير بالظبط كده يعني بصراحه الاثنين ما اثروش على قد امكانياتهم وعلى قد على قد خبراتهم يعني 96 2 مواليد 96 دي المراسم يا كباتن. طبعا مراسم تسليم الجوائز بكل روح رياضيه بنقول لمنتخب تونس الشقيق الف مبروك، وبنقول لمنتخب مصر هارد لاك، ومبروك للفرقتين التأهل لكأس العالم. تاتو الرابع كابتن انجولا تأهلت. كانت كنا نتمنى طبعا ان المغرب تتأهل 29 26 المغرب، ولكن هي دي الرياضه زي ما بقول حضرتك. يعني زي ما بقول لك كابتن رحيم في امور يعني ايجابيه في المباراه، مش عايزين نشوف الدنيا كده ان احنا خسرنا بطوله، لا خلاص كده الموضوع راح منا يعني. لا احنا ضيعنا يعني، لو حطينا مثلا البلنتيين واحنا كنا موفقين جدا طول البطوله في البلنتيه ضربات الجزاء خصوصا يعني، لو اتحطوا النهارده مثال بكر النهارده كان نجم الشوط الاولاني بصراحه، شوط تاني ما فيش كور كتير وصلت له يعني، بس هو ما نزلش كتير بكر برضه الشوط التاني، ما شفناهوش يعني ما نزلش، ما حسيتش بيه في الملعب، ما طلعش الملعب يا كابتن. ما فيش كور وصلت له كتير. او فاستات البريك، ما احنا في الاول اعتمدنا على الهجوم الخاطف لبكار فظهر، اعتمدنا على الزياده لبكار فدخل الشوط الثاني، ولا عملنا فاست بريك ولا عملنا زياده بالظبط، هم عرفوا يوقفونا يعني حته حلوه. شوف انا ما حسيتش بيه في الملعب، فهو مش اكيدك مش موجود، اكيد مش موجود. جات له الكوره بس اللي ضيعها اللي هي كانت ممكن تبقى كانت مؤثره، اول كانت مؤثره في وقت مونا كان تعادل، كان ممكن بعد ما هم تعادلوا معانا كان ممكن نطلع واحد بغض النظر برضه، لا نلومه يعني، الراجل عامل مباراه الشوط الاولاني الشوط الاولاني كويس جدا يعني. بس ارجع واقول يا كابتن عمرو بعد اذنك كابتن عبد الرحيم، احنا بجد الولاد عملوا اللي عليهم، متاكدين ان انتم ما قصرتوش. البعثه بكل اكبر رئيس بعثه من اول طبعا مهندس هشام نصر طبعا، ربنا يرحم والده ونعزيه طبعا نعزيه تاني لتاني مره الناس طبعا في وفاه والده يعني، ربنا يرحمه يا رب. لغايه اقل كابتن كرام كردي، كابتن خالد العوضي، كل من في كابتن عمر شوقي، كل من في الجهاز الحقيقه ما قصروش. مكسب وخساره، في حاجات ايجابيه كتير، نستعد نبني، عندنا كاس عالم 2021، هو ده الحلم الكبير ان احنا ان شاء الله نوصل للمربع، وعليكم مسؤوليه كبيره يا كابتن عمرو في الاتحاد، انتوا اللي هتبنوا البذره، خلي بالك. طب يا كابتن انا يعني انا مش بوعدك، انا بقول لك المفروض اللي هيحصل مع كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد وبرئاسه المهندس هشام، ان احنا خلاص دي البطوله خلصت، هنرجع بقى نشوف كاس عالم ايه عندنا. بقى الفترات الاعداد يا كابتن، ايه بقى احنا مش فترات الاعداد، اسف، ايه اعداد ده 2021 مرورا ب 2019 كاس عالم، ومرورا بافريقيا 2020، ومرورا ربنا كتب لنا الاولمبياد 2020، كل ده احنا هنعدي بيه، كل دي مراحل، كل دي ستوبس هنعملها، هنبني عليها لغايه ما نوصل 2021 عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا عندنا هدف 2021. السويد قعدت مختفيه بتاع خمس ست سبع سنين، عملت فرقه محترمه لغايه لما فجاه لقيناها 2014 بقى 2016 طالعه لنا كده فجاه، كانت موجوده في كاس عالم ما بتوصلش كاس عالم. انت عندك فرقه محترمه تبني دلوقتي عليها دلوقتي، السويد بتلعب بطوله اوروبا، وانت دلوقتي في مصر عندك فرقه محترمه طبعا تقدر تبني عليها. بالظبط بالظبط يعني، وفي تناقل خبرات لازم يحصل يعني. بس كابتن خلينا اقول لحضرتك حاجه، يمكن كابتن عبد الرحيم طبعا استاذنا ويحضرنا في النقاش ده، ما ينفعش يعني اعمل منتخب بدون 50 60 ماتش دولي. انا فاكر ايام الدكتور حسن مصطفى واللي بعده واللي بعده، كان منتخب مصر بيلعب 60 ماتش دولي في السنه يعني. احنا انا عارف التمويل صعب وازمه الدولار والقصه دي، بس انتوا لازم تلاقوا موارد. انا هقول لحضرتك حاجه، ايام كابتن حسن مصطفى انا كنت بلعب مع مروان رجب في الفرقه، تمام؟ مروان رجب كان نجم من نجوم الفتره دي بالمنتخب، انا ما كنتش بشوفه غير على الماتشات، ما كنتش بشوفه غير على مباريات الدوري. صح، باقي مع المنتخب ما بشوفوش ايام العظماء السبعه كلها. ايوه ايام العظماء السبعه، وايام كاس عالم بتاع فرنسا احنا خدنا فيه رابع، يا ريت نرجع لده، وايام اتلانتا وكل الكلام ده. ما نعمل ده يعني، ما هو سيادتك برضه انت برضه بتختار، انت عندك في ثوره قامت، وعندك في دعم قل، وعندك 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 كذا حاجه يعني. ما تنساش برضه ان موضوع قانون الاستثمار الرياضي او قانون الرياضه اللي طلع ما بقالوش برضه يومين. صحيح. واحنا مستنيين بقالناش يومين. طبعا فبرضو لا كابتن، فبرضه انا مش انا يعني انا طبعا مش بقول لك ان ده مش هيحصل، ده الهدف الاولاني. بالظبط. ده الهدف الاولاني اللي عندنا، هو المنتخب الكبير علشان 2021. سواء بقى تبتدي مع منتخب 98 عشان في بقى عنده عناصر هتبقى مشاركه، تبتدي تشوف 96 اللي كان عندك علشان ممكن تدعم 2 3. لا 96 لازم كتير. كتير بالظبط، 96 اكتر، تسيب عنده كام سنه؟ صحيح، 96 اكبر من 98 بالظبط. فانت عند حضرتك في هدف، في تارجت، هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. لكن بالنسبه لده احنا طبعا بنحاول،
احنا يعني بيقولوا ان احنا خلاص في اتصال الحته بتاعه التسويق مع الكابتن خالد العوضي ان في عقد جايب بحد سبونسر المنتخب زائد البنك الاهلي اللي موجود بسبونسر المنتخب زائد وخليني برضو يا كابتن احنا ملوك الصالات هنا، انا بكلم حضرتك وحضرتك عضو اتحاد وحضرتك نورتنا وشرفتنا يومين في الاستوديو التحليلي وطبعا منورنا حضرتك يا كابتن عبد الرحيم. خليني اقول لحضرتك ان احنا كملوك الصالات جاهزين برضو، يعني احنا خلي بالك قناه النادي الاهلي او النادي الاهلي نفسه سياسته دعم المنتخبات بشتى الطرق، وكانت البطوله دي اكبر دليل لما كانت يعني ماتشات بالكامل بتذاع قناه النادي الاهلي، فاحنا جاهزين ان ملوك الصالات يكون في تعاون حتى لمصلحه منتخب مصر. هو كابتن هيثم امبارح انا كان في مداخله في احدى القنوات، والكابتن كرام عمل مداخله في احدى القنوات يعني، ف الدكتوره والاستاذ اللي كان متولي البرنامج يعني قال لهم اه فعلا انتم مظلومين اعلاميا خالص، والمنتخب مظلومين اعلاميا. طب لما احنا نقول مظلومين اعلاميا والقناه دي تقول مظلومه اعلاميا والجورنال، ده في جريده رسميه اساسيه في مصر كاتبه ان الماتش امبارح. يعني بص يا كابتن بقى برضه دي حاجه لو 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 اي حد في عنصر من عناصر اللعبه يعني كابتن بيقول بقاله كام سنه مدرب وشيخ طبعا استاذ دكاتره عبد الرحيم إيه عندك كام واحد بيلعب، كام واحد بيمرن، كام عضو مجلس اداره سابق وحالي، عندك لما الناس تقرا معلومه زي دي او الناس تلاقي ان لعبتها دي مفيش، انا ابذل ليه وانا ادفع ليه حتى وانا اشارك ليه وانا اعمل، برضه الناس بتحب يا كابتن المشاركه طبعا. وخلي بالك برضه يعني المراسم لا يعني البطوله ناجحه يا كابتن، اديها بيسلموا الحكام هنا طبعا ناجحه جدا ومفيش اي شكوى بالبعثه يعني. انا بتهيالي هنا كابتن بيدوا للحكام اللي حكموا الفاينل بياخدوا ميداليه ميداليه لانه هو حكم الفاينل وكان اداؤه مشرف، فالحكام الجزائري طبعا الجزائري والمراقب وكله خدوا ميداليات وابتدوا بيهم، وبتهيالي بعد كده هتبتدي المراسم، بتهيالي التنظيم كويس الملعب حتى الحضور الجماهيري كان الملعب شكله حلو صح. يعني خلينا نقول المنظر ده تابلو جميل، حتى الجمهور الجابوني نفسه يعني بص ماتش مستمتع يا كابتن. قلت لك قلت لحضرتك من يومين ان هو ده عندهم ايفنت قبل ما الجابون تلعب مع المغرب وتفتكر البلد كلها عايزه تنجح البطوله اصلا قبل ما الجابون تكسب صحيح. علشان هو ايفنت صحيح، هم اخذوا الكوره ودلوقتي اخذوا الهاند بول، فهم اصبح عندهم خبرات في التنظيم واضح. طب وكابتن عبد الرحيم يعني برضو حضرتك حضرت بطولات افريقيا كتير وشفت يعني راي حضرتك كتنظيم وكبطوله تغطت حتى الاذاعه التلفزيونيه متغطيه كويس، رايك ايه؟ تنظيم بمنتهى النجاح بصراحه، كنا قبل كده يعني بنتعب جدا عشان نعرف اخبار حتى وما بنشوفش حتى يعني الاخبار نفسها كانت بتجي لنا بالعافيه عن طريق البعثة المصرية مش عن طريق مثلا التلفزيون او للبلد المنظمة. لا التنظيم في منتهى النجاح بصراحة، يعني حاجة كويسة جدا. انا بس في نقطة عاوز اقولها يا كابتن، بالنسبة للدعاية الاعلامية، النهاردة في احد الجرايد الرئيسية في البلد مش كاتبة كلمة على الماتش النهائي نهائي افريقيا النهاردة. انا بس عاوز اقول نقطة مهمة، اتفضل. فريق تونس اللي كان بيلعبنا النهارده يا كابتن معلش انا اسف كده افضل لاعب اللي هو رقم 86 افضل لاعب في البطوله، ها سيرتيز محترف في مونبلييه ده يا كابتن، محترف في مونبلييه صح. اسمه ايه يا كابتن؟ هو 89 تالي ما لا معايا اسمه اسمه محمد السوسي. محمد السوسي محمد ايه يا كابتن؟ السوسي السوسي هو واخد افضل، ده واخد افضل لاعب طبعا، ده يعني هو امانه كان النهارده كويس كمان محمد. هو ما هو ما ضيعش كوره على الجون تقريبا. ده مين ده يا كابتن؟ ده حارس مرمى ولا منتخب الجزائر ده ولا ايه؟ منتخب الجزائر حد منتخب الجزائر هو بياخدوا احسن لعيبه يا كابتن، احسن لعيبه مراكز كل مركز بالظبط. هو ده احنا عندنا محمد محمود محمد ممدوح اخذ احسن دايره، هو علي الزين وعلي الزين اخذ احسن باك ليفت بالظبط صحيح يا كابتن، بياخدوا احسن لسه احسن لاعب مش ده احنا عندنا علي زين وعلي زين يستحق احسن باك ليفت، ما بيدوش يا كابتن احسن لاعب بيدوا أحسن كل احسن مركز صح؟ احسن مركز ده احسن مركز علي الزين طبعا، متهيألي حد برضه يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم حد. وخلينا نقول برضه انه يعني ده لاعب بتاع منتخب الجزائر برضه منتخب الجزائر، وممكن برضه بيسلموا كل هيبقوا ست لعيبه لسه حارس المرمى ما طلعش بالظبط، يعني بتهيألي حارس تونس اللي ياخد ده انجولا، ده لاعب انجولي ممكن ما احنا ما نعرفش مراكزهم بالظبط، ولكن هو الحارس النهارده بصراحه قفلها على لان الدفاع كويس. لا هو الحارس بيتالق هو هو اخذ احسن حارس، لا ده حارس هو قلت لك هياخد احسن حارس. نتيجه الدفاع القوي بيساعد الحارس، اللعيبه مستنيه يعني مستنيه يطلع نتيجه الفاينل بالظبط. احنا قلنا وكل الناس قالت، واحنا حتى بنتكلم مع زملائي الكابتن مؤمن النهارده الصبح امين الصندوق الاتحاد المصري لكره اليدك كابتن مؤمن صفا، لسه بنقول قلنا الحارس لو كان يعني الحارس اللي هيشيل فرقته هتكسب
بالظبط الحارس هيصد في الدفاع. بس خد بالك الحارس برضه عايز اللي يروح له يروح له خلصان يعني ما يبقاش دفاع قوي. لا طبعا ما هنتكلم بقى في الاخر از توتال هيوصل لك ازاي بغض النظر. المهم الحارس اللي هيصد لازم يبقى ايه بيتهيألي كده كابتن الست لاعبين اكتملوا 2 4 6 والحارس كده الست لاعبين في مصر واحد فقط ممدوح وعلي علي ممدوح وعلي اسف ممدوح هاشم ممدوح هاشم وعلي زين. علي زين اخر احسن لعيب في البطوله بس ممدوح لابس الترنج الاحمر. علي زين اخر احسن لعيب في البطوله بيتهيألي يا كابتن. مين ولا ايه اللي طلع اللي بشوف بس الاول يجيبوا اللقطات من كل مركز بس هم يرجعوا بس بيتهيألي علي زين اخر احسن لعيب. علي زين بيتهيألي اخر احسن يعني طلع لوحده وسلم على الناس عشان ما عندهاش صوت. يمكن صح ممكن يكون خد افضل لاعب علي زين. ممكن يكون علي زين اخر احسن او يمكن بيقولوا اساميهم لسه هيبان يا كابتن هيبان بس اللي اقصد اقول لك ان احنا عندنا 2 من الستة من افضل اللاعبين 2 من تونس 1 من 2 من الجزائر 1 من انجولا. المغرب ما خدتش ما فيش حد من اللاعبين المغرب طلع على في افضل ستة في افريقيا. تبقى لحظه حلوه بامانه يا كابتن عبد الرحيم ان اللاعب يطلع يبقى احسن لاعب في مركزه في افريقيا. بالنسبه لعلي طبعا طبعا بالنسبه لعلي وممدوح اكيد يعني مش يعني مكسب كبير جدا مش في المود دلوقتي هم بس على فكره برضه الاحتراف مع علي الاحتراف فرنسا مع علي وممدوح فرقوا كتير قوي صح الاحتراف برضه بيفرق كتير كتير كتير. وانتوا كاتحاد يا كابتن لازم تسيبوا ناس كتير حرة واجبر الانديه انها تسيب غير الانديه اول حاجه اتكلمنا فيها مع رئيس الاتحاد الفرنساوي من لسه من 15 20 يوم واحنا هناك تساعدنا وعايزين نعمل دورات البروتوكولات. قلت له عايزين نجيب لعيبه 16 و17 و18 سنه تلعب في اي دوريات عندك صحيح دوريه ثانيه ثالثه اولى. قال لي تبعته يا كابتن الاولي تبعت بقى الولد ده ايه طويل قصير وينج رايت باك رايت تبعت كده حبه نمزه دي التميمه هو هيوزع مبادره في منتهى النجاح. انا كنت قاعد معاه وفجاه جت في دماغي لا مبادره احنا محتاجينها كمان طبعا. دي تميمه البطوله يا كابتن بيدوها طبعا ده بيست جول كيبر كتبوا اسمه بس ما لحقناش محمد هو محمد طبعا من تونس محمد السوسي المفروض هم بس كويس هم بيجيبوا الـ 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 الاسامي وبيجيبوا كومبوليه بيتهيألي هيقول لك ده بيست ليفت وينج رفيق باشا رفيق باشا ده رفيق باشا بيست ليفت وينج احنا النهارده ما لعبش وينج ليفت كتير لعب بلاي ميكر ايوه لعب في النص كتير صح برافو عليك وكانت مفاجأة لينا علي هاشم هيبقى احسن باك ليفت طبعا علي زين انا اسف هيبقى احسن باك ليفت كويس علي والله ما شاء الله الف مبروك علي برضو بس هم مش في المود طبعا لا 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 بيست باك ليفت طبعا علي زين أحسن عندك دايرة. ممدوح هاشم احسن دايره طبعا بيقول لنا على فكره طلب منه التيشيرت على فكره احنا قرينا اهو الشفايف طلب منه التيشيرت قال له اديني التيشيرت بتاعك قال له انا معايا في اوضه اللبس وحاطه تاني احنا جبنا الحوار ده برضه خد بالك يعني لما يبقى في لعيب كده ويطلب التيشيرت بتاعه يبقى هو نجم يعني تخيل اللي بيديله الجايزه بيروح عايز التيشيرت بتاعه محمد عامل موسم قوي قوي في فرنسا محمد وانتقل ورايح مونبولير احسن واحسن محمد في باريس واحنا بنلعب منتخب فرنسا الناس كلها عارفاه وبتاع ما شاء الله ما شاء الله لا لا هو شكله حتى فرق الاحتراف وجسمه ما شاء الله ربطات شود ربنا يحميه ممدوح هاشم طبعا الناس دي ما بتمرن الناس دي ما بتخلص التمرين يا كابتن ليهم ربع ساعه ونص لوحدهم مع نفسهم بيبقى زمايله عايزين يمشوا وهم بيقعدوا يتمرنوا طبعا امال ايه يا كابتن هم عشان يوصل المستوى ده بالظبط وواقف على دبله كده ما شاء الله يا رب تاتش وود ويحميهم من الاصابات يا رب انت الكلام ده ما بيجيش صدفه بس يا كابتن اقول لك على حاجه لا البطوله بص المنظر كان هنا في اوروبا الحقيقه يعني صحيح. بصراحه يا كابتن صحيح صحيح منتهى النجاح منتهى النجاح وتسليم اللاعبين ومنتظمين جدا مفيش فوضى في الملعب مفيش معلش يعني بص الملعب بص يا كابتن الملعب محدش حط رجله في الملعب يعني الملعب كله فاضي لل 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 بس لمراسم تسليم الجوائز. خلينا برضو نبارك لمحمد ممدوح هاشم احسن دايره وعلي زين احسن باك ليفت الف مبروك ودول اصلا يعني لعيبه محترفه في فرنسا وخير سفراء لمصر يعني خلينا نقول خلينا نتكلم بروح رياضيه خسرنا مباراه ولكن في حاجات ايجابيه كتير محمد عصام النهارده حارس مرمى احمد الاحمر ما شاء الله عليه النهارده انا يعني انا لو بتفرج على احمد الاحمر ما اعرفش سنه اقول 24 سنه صح انا بكلمك بامانه والله والله ربنا يديله الصحه يا رب يديله الصحه احمد الاحمر والمكسب يحيى كمان ما شاء الله لازم لازم احمد الاحمر ياخد حقه طبعا لازم الصراحة. لازم لان انا يمكن متك على الحته دي ان انا حضرت اصابته وحضرت عليه بص يا كابتن ده بيست سوكر ده احسن هداف في الجزائر احسن هداف في الجزائر ده واخد هداف الدوره طبعا مش عارفين عدد مش كاتبين عدد الاجوان او يمكن ما لحقناش نقراها ولكن لاعب جزائري خد احسن هداف مش ده كابتن جه يلعب مع الزمالك في الماتش في البطوله ايوه تصدق كابتن ذاكرتك قويه صح يا كابتن صح بس كان منور لا كان جامد لا يا كابتن
ما كانش لا ما كان جامد ازاي يا كابتن؟ ما هو جه مع سند. انت بتتكلم على فرنساوي يا كابتن. اي صح صح انا اسف لان الاسمراني يا شو صح كده انت كده لا حاطط 8 اهداف في اخر مباراه. صح صح لا افتكرته لا لا كان جامد برافو عليك حاطط 8 يعني هو فرق مع الزمالك جامد. لا لا جدا. صح انا بتكلم على اللعيب الفرنساوي خد بيست بلاير برافو برافو احسن لعيب برافو يعني علي زين احسن لاعب في البطوله. بيست بلاير خلاص احسن لاعب في البطوله يستحقها يستحقها عن جدار علي زين ما شاء الله عليك احسن لاعب البطوله علي زين ابن النادي الاهلي الحقيقه يعني ده خبر اسعدني كتير جدا يعني انا كنت شايف والله يا كابتن عبد الرحيم وحضرتك كنت حاضر وكابتن عمرو معايا يعني فترات طويله وكابتن يحيى يوسف ما كانش معانا يعني كابتن محمد عبد الله انا من اول يوم وحاولت قلت علي قلت لك علي لا شكله استوى انت نفسك قلت استوى خلاص لا استوى علي كده يعني قمه النضوج يعني علي كده مع زمايله يشيلوا مصر بقى ويمشوا بيها بس هيستمر بقى على كده بقى ان شاء الله احنا عايزين عايزين في كل مركز علي زين يعني انا بكلمك بأمانة على فكره يعني موجودين موجودين بس ياخدوا فرصه الاحتراف وفرصه الاحتكاك القوي زي ما يعني عندنا في الباك رايت احمد الاحمر ربنا يديله الصحه الاطوال يا كابتن اللي ايه يا كابتن عندنا مشكله في الاطوال بالظبط ما انت قلت لي عندكم خطه بس خلاص بقى 96 و98 في طوال يا كابتن الايوبي فيهم اطوال انا عايز يا كابتن لما استضيف حد في الاستوديو زي الباسكت كده الاقي الدنيا بتقفلها لا لا اجيب لك 20 واحد ما تقلقش عايزين كمان في الملعب في ان شاء الله لا ما تقلقش ان شاء الله يا كابتن هيثم احنا يعني فكرة كمان يا كابتن انا بقول يحيى خالد ان شاء الله تعالى خليفة الاحمر ان شاء الله تعالى يعني لسه ولد صغير سنه صغير وده بعد فترة بص يا كابتن مسعد بركوس ده اللي هو اللي هو هداف هداف البطوله الجزائر أيوة. مسعد مسعد هو هداف البطوله بلغوز ده بيبلغوني الحقيقه لا برافو يعني كويس ان الجزائر حتى وهي طالعه من دور الثمانيه الجزائر يا كابتن طلعت سادس وخسرت من الجابون من الجابون باب باب باب. الجزائر لا بص يا كابتن هقول لك على حاجه خليني اتكلم بس واحده واحده دي فرقه بطل خرجت هم بيبلغوني علي زين افضل ليفت باك طبعا عارفين افضل وافضل لاعب قلنا قصدي اقول لك الجزائر بعد ما خسروا تحس بعد مباراه خسروا هم من انجولا كابتن الجزائر ما لعبتش غير ماتش واحد جامد ماتش تونس تعادلوا بس يعني مش عايز بطل وكده بس انا حزين بصراحه الجزائر اسم كبير جدا في كره اليد الحقيقه ما تاخدش ابدا سادس الجزائر، الجزائر يعني اتمنى ان هم بسرعه يلملموا اوراقهم لان الجزائر اسم كبير يا كابتن عبد الرحيم طبعا امال امال طبعا طبعا يعني انت عندك لعيب واخد هداف البطوله؟ الجزائر منهم يعني لو تاريخ تاريخ تونس كمان الجزائر قصدي حاجه بطولات اكتر مننا يا كابتن بالظبط سبع مرات واحنا ست مرات بالظبط كده وارجع اقول لك الجزائر يا كابتن انا وانا صغير كان عندي الجزائر يد دي اول مصر هتلاعب الجزائر لا ده ماتش الجزائر ماتش رايح صح ماتش رايح والله العظيم فالجزائر بامانه لا لازم يلملموا اوراقهم بسرعه ويبنوا على فرقتهم لان الحقيقه طبعا يهمنا ده فريق طبعا انجولا برضو تاهل لكاس العالم خد ثالث بامانه بس ارجع اقول لك راح يعمل التارجت بتاعه يا كابتن الله ينور عليك راح يعمل التارجت يا عيني عليك كنت بص انت خدتها من على طرف اللسان دول رايحين عايزين نطلع كاس عالم ايوه لا عايزين بقى بطوله ولا بتاع بطوله كلها ركزوا في ماتش المغرب الاخراني ده ماتش تونس العظيم يا عيني يا كابتن ماتش تونس الشوط الاولاني جايبين ثلاث اجوان 17 3 طب وهم يا كابتن عبد الرحيم فاكر لما دخل معانا مدخل قلنا الكلام ده ايوه وقال لنا ده هم لازم بيضحكوا بالظبط كده سايبين ما هو مركز سايبين مركز عشان الماتش ده ايوه هو مش هكسب تونس مش بس هكسب اكسب تاكو رابع عشان كده يا كابتن ما تعبوش تونس بالظبط يعني تونس جايه لك النهارده مش تعبانه مش تعبانه احنا هلكنا صح. بس ارجع واقول لك برضه يعني عندك يومين راحه احنا برضه هو الكابتن مروان بيلعب فول تيم وركز فول تيم لغايه اخر 18 20 دقيقه بس احنا برضه عايزين ندي الكابتن مروان حقه بامانه لا طبعا لا لا يعني الراجل لعب اثنين افريقيا خد واحده وطلع مرتين كاس عالم الراجل ده يعني بص يا كابتن زي ما قلنا لعيبه يعني استوت بنحترمه جدا زي ما قلنا في لعيبه استوت في مدربين بتستوي لازم نقول كده بالظبط مروان 43 سنه لا حقيقي مروان 43 سنه ما مروان سني كان معايا على فكره اللي ما يعرفوش عن كابتن مروان وانا قلت لحضرتك الكلام ده كان بيلعب باسكت بول طبعا في انا فاكر سنه 92 يا كابتن خد بقى الموقف في طرائب ده احنا رحنا كنا عندنا تجمع مع منتخب مصر باسكت في دار المدرعات صح ورحنا واحنا داخلين كان اسم مروان معانا اسم مروان معانا في المنتخب يا جماعه فين مروان لا راح منتخب مروان رجب فين يا جماعه لا ده حول هاندبول وراح المنتخب بص هو اكبر مروان كان يعني هو اكبر مني انا حضرت الوقت دي هم اقنعوه في النادي قالوا له انت ممكن تلاقي انا سمعتها بودي كنت صغير خالص بقى خد بالك في مدرب قال له في الباسكت ممكن تلاقي واحد واثنين وثلاثه زيك في الهاندبول يا مروان مش هتلاقي واحد زيك انا الكلمه دي مش هزيه وعارف بص يا كابتن انا اسف محمد ابراهيم داخل بيزوك لا ما الضربه جامده لا داخل بيزوك تلاقيها تكتل داخل الميداليه بيزوك صحيح لا لا يا جماعه العيال يعني انا عايز اقول اللعيبه اتدغدغت
والله الله يكون في عونهم. بس برضه نتيجه عنف الدفاع اللي انا بقول لك يا كابتن مشروع. بالظبط يعني لا 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 اخذوا كام دقيقتين ماشي معلش ما هو برضه ده هاند بول برضه ما هو ده هاند بول استغله برضه يعني ما ضربش في ثلاثه يا كابتن نازلين يعني لعبهم ناشف شويه ماشي يا كابتن عايزين نلعب ناشف عشان ايه نخرب ما يقربش طب اقول لك على حاجه عشان ده ما يقربش العب انت كمان كده العب انت كمان كده عندي شباب امكانيات الاجسام دي ما هو طب انا عندي بقى مخ وعندي سرعه وعندي بس يا كابتن دي الكاركتر المصري بس ارجع واقول لك انت لازم تكون تقدر تعمل ادابتيشن لنفسك على اي نوع دفاع طب يا كابتن اقول لحضرتك حاجه ليه محمد رمضان ما دافعش كتير النهارده ما هي دي بقى النقطه ليه محمد رمضان كمان ما لعبش الشوط الثاني عشان ما يطردش علشان يا كابتن انت تلعب باسلوب غير الاسلوب بتاعهم تابع عمر رمضان لو عندهم في تونس كان ما طلعش الملعب كان يعتمدوا عليه هم ويحطوا اي خمسه جنبه طيب بس انا اقول لك محمد سيستمو انت بتلعب عادي بس يا كابتن قلت حضرتك المساحات حضرتك قلت لي عليها ايوه ما انا ارجع اقول لك هو بيقفل المساحات دي لو جنب لا لو واحد على واحد في حته واسعه صح لا ما هو لو لوحده هيتاكل انا احنا لعبنا بقى يا كابتن دي بقى المشكله الواحد على واحد كان في جنبه متر ونص ومتر ونص ده طبعا منتخب تونس طبعا بيحتاج ليه يا كابتن عشان التغطيه عشان التغطيه لازم نغطي شمال ويمين اللي طالع بره لازم الاثنين تحت بقول لك يا كابتن في مساحات خليني اقول لك برده حاجه يا كابتن منتخب تونس فرحته دي مش فرحه الفوز بافريقيا مش فرحه مكسب بس لا فرحه ان هم بامانه ما كانوش حاسين هيكسبوا منتخب مصر لان بالورقه والقلم منتخب مصر ثمانية يا كابتن اول مره يلعبوا بطوله دوليه صحيح صح يا كابتن عبد الرحيم؟ بص يا كابتن الثمانيه دولت لعبوا بطوله العالم الاخيره اللي هي مواليد 66 تمام الثمانيه دولت وبعدين هم بيجهزوا للبطوله بتاعتهم الجايه اللي هي الاولمبياد 2020 اللي يكسب منها اول يروح اولمبياد على طول هيروح اولمبياد فهم بيجهزوا لان على ملعبهم عندهم تخيل بقى بيجهزوا من دلوقتي ايوه يعني انا بس يعني انا يعني هبتدي عالي يعني اللوم بص يا كابتن اللوم الوحيد بس اللي انا بلومه على عندنا على المنتخب كان لازم عناصر صغيره اكتر من واحد واثنين يكونوا موجودين اكتر من محمد عصام ويحيى اكتر من يحيى يعني كان لازم يكون في اثنين كمان بص يا كابتن على الاقل اللي الناس ما تعرفوش ان كان مع في المنتخب في واحد اسمه خالد وليد ازدخرك خالد وليد ده بسم الله ما شاء الله عليه في فتره الاعداد اللي في لاتفيا وما لحقش في فرنسا ده كنت معاهم في فرنسا وعارف عارف في فرنسا بيعمل استوتشات يا كابتن هيثم وبيقوم الارض كتفه اتخلع كتفه اتخلع لا اله الا الله يعني مش بقى بنلعب في الجول ده التوفيق يا كابتن ده نصيبه بص يا كابتن خالد انا شفته في ماتشات كوريا الوديه وفي معسكر المنتخب هنا يعني ربنا يحميه ربنا يحميه ربنا يحميه مستقبل من مستقبل كره اليد المصريه احتراف نموذج لو عايز احتراف محلي نموذج حاجه بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ربنا يشفيه وده 98 بقى يا كابتن ما ده هنبني عليه ما ده المفروض يكون موجود برضه يا كابتن مركز ايه؟ مكان عادي شفت بقى ده بعد عادي وهو ده اللي قاله ان طبعا يعني يحضرها يا كابتن لسه هقول لسه رئيس الاتحاد الافريقي ده يا كابتن نازل يسلم الجوائز بقى على او رئيس الدوله كمان بيتهيألي ده رئيس الدوله رئيس دوله الجابون نازل يسلم كابتن مدحت بلتاجي كابتن مدحت بلتاجي نائب رئيس الاتحاد ده وكان وهو نازلين بيسلموا انجولا الحقيقه يعني انجولا عملت التارجت اللي عليها وانا رايح اطلع كاس عالم وشكرا ما تقعدوش تقولي لي بطوله ومش بطوله ممكن كمان سنتين ولا حاجه نفكر في بطوله بس دلوقتي لا على فكره اغلب لعيبه انجولا بيلعبوا في تونس في تونس ما عنديش معلومه لا بيلعبوا في الدوري التونسي في اثنين محترفين في اثنين ثلاثه اربعه بيلعبوا في تونس لا بيلعبوا في تونس وانا بلغوني قالوا لي اساميهم كمان وانا مش متذكر اسامي انجولا صعبه خد بالك يا كابتن طول عمري بقول لك اي حد يحط على انجولا انا ببقى بتاع ما علينا من انجولا في السالفه خلوني طب في نقطه برضه اقول لك عليها اسلام بتاعنا اسلام لما احترف في تونس كان عالي قوي قوي طبعا طبعا قوي الدوري التونسي في منتهى القوه في اكتر لسه كنت بقول لك خمس فرق في تونس الحمامات والافريقي والترجي والنجم ايوه والنجم عندك خمس ست فرق غير الدوري المصري غير الدوري المصري الدوري الاهلي زمالك وسبورتنج يجي بعيد شويه لا وفي دلوقتي الجيش وفي سموحه بس برضه يا كابتن مش المستوى اللي احنا مش عايز صالح مع الوقت على الدوري بس انتظر مفاجاه السنه دي الجيش حمل مفاجات السنه اللي فاتت ما الجيش كسب الزمالك السنه اللي فاتت طلعوا من كاس مصر انا متوقع ان مفاجاه لان سبورتنج اللي كسب الزمالك السنه اللي فاتت طلعوا من كاس مصر سبورتنج اللي كسب انا اسف عشان بقى كده من عندي بس لا خد بالك كابتن عارف في سبورتنج بس هي الفكره كلها اللي بقول ايه اللي بقوله انه لا والجيش عمل مفاجاه السنه اللي فاتت الجيش كسب الزمالك برضه في حاجه لا
لا انا فاكر احنا كسبنا الزمالك في الكاس وفي الدوري. اه يبقى برضو سبورتنج مش مصر انت كابتن ماشي عامل ايه طيب ده واقع. لا وهليوبس خد الكاس السنه اللي فاتت. هليوبس خد الكاس وكسب سبورتنج برضو كسب سبورتنج في جون في اخر ثانيه. اه في اخر ثانيه من نص الملعب. اه نص الملعب كان ماتش حلو. حضرت انت يا كابتن الماتش ده؟ كنت رئيس جهاز ساعتها. خلينا برضو نرجع بطوله يعني شايفين انجولا برضو ده المركز الثالث. تاهل الثلاثه اللي قدامنا دول يا جماعه تاهلوا كاس العالم. كاس العالم اللي جاي فين يا كابتن؟ المانيا والدنمارك مشاركه. مشاركه تمام. ده في 2019 يعني كمان سنه بالظبط باذن الله. واللي قصدي اقول لك ان كده انجولا يعني زي ما قلنا خلاص ثالث. هي سعيده جدا بالمركز هي ده. هي وده العادي. هي راحت عملت اللي بتعمله خلاص واحنا رحنا عملنا اللي بنعمله. بنلعب فاينل وربنا يكرم. وتونس راحت لعبت اللي عملته. مفيش انا مش شايف بطوله افريقيا مشيت بالظبط زي ما هو معتاد يا كابتن بقالنا كام سنه. بس لا انا كنت متوقع بامانه المغرب ممكن تكسب ثالث ورابع. بس دي رياضه كابتن. المغرب لو عايز تكسب تبتدي تفكر منتخب الشباب بتاعها منتخب الناشئين بتاعتها عامل ايه عايز شغلين. اه بالظبط هم شغالين. نظم بطوله افريقيا مثلا مره. خد لك بطوله منظموا افريقيا ابطال الكؤوس السنه اللي فاتت في الغدير. انا بتكلم على منتخبات يعني هم المغرب عامله البحر المتوسط 17 سنه الشهر الجاي شهر 2. مين المغرب؟ دوله المغرب. بطوله البحر المتوسط مواليد 2000 منتخب مصر المفروض رايحها ان شاء الله وهيشارك فيها باذن الله كبدايه فتره دول 98 يا كابتن ولا 96 2000 2000 طب ده حلو برضه دي بدايه 2000 بقى كده يبقى 2000 ابتدت تتحط على الطريق بقى وخلاص بقى خلاص دي اول بطوله ليه بالظبط يعني بتهيألي كده هو ما شاء الله الاتحاد عندنا ماشي بسياسه تجهيز منتخبات وده بيسلم ده بالظبط كده بالظبط اللي عاجبني الصراحه بجد يعني كله بيسلم لبعض. وعلى فكره ده من ايام الدكتور حسن مصطفى طبعا طبعا يا كابتن ما كناش كان زمان ما حدش يعرف عننا حاجه. صحيح كابتن شياكه برضه في الاستاذ تسليم الجوائز. لا لا بجد لا منظمين جدا برافو. بص يا كابتن اللي حاطين خط للاعلاميين ما يتعدوهوش. لا بامانه برافو. لا انا عاجبني الايه يعني حتى الصحفيين بص الخبره دي بالكوره يا كابتن مش بالكوره. اه بالكوره طبعا عشان بطوله افريقيا. أيوة. ايوه بس انا قصدي اقول لك اللي بيدير الموضوع ده مش اكيد اجانب وشركات متخصصه شركات متخصصه. ارجع اقول لك ان لا حاجه جميله والجابون نجحت بشكل كبير جدا في تنظيم البطوله. طبعا حماسه يعني فرق كتير حماسه فرق كبير فرق كتير في الطرد وحتى باين الحزن على انا مش عايز اللعيبه تبقى زعلانه والله خالص بالعكس اي لعيب عندنا بيطلع معلش يعني قصدي اقول لكم يعني هم حاسين بالمسؤوليه طبعا بس هي دي طبعا انا قلت لحضرتك كده مع شيرتهم وقعدت معاهم. لا الولاد كلها ما فيش لا احساس مسؤوليه والتزام فظيع فظيع طبعا يعني بص اسلام واقف باين عليه الحزن الشديد. بص يعني طبعا يعني الف سلام عليك يا اسلام. يا كابتن تسليم يعني الجوائز دي تلاقي الفريق الاول هو المبسوط جدا والفريق الثالث عشان كسبان والثاني هو ارجع اقول لك احنا بنقول يعني حتى انا صعبان عليا حته يعني بص اسلام يعني الحزن بان عليه هو مش عارف طبعا احنا شايفينه ولا بنتكلم عنه بس يعني ده يعني لحظات الحزن دي هي اللي بتبني عليها بقى اسلام. تعب يا كابتن. تعب. ما تنساش برضه ان اسلام لو عملنا سكاوتنج اسلام هتلاقيه لعب ما بيطلعش من الملعب اكتر من 90% من الماتشات. تمام صحيح. فاهم ازاي برضه المجهود ده انت بتحس بيه ساعتها. واحمد الاحمر اشتهلك جامد في الماتش اللي فات. احمد الاحمر احمد الاحمر عنده خبرات اللي هو اوفر الموضوع بالظبط اوفر الموضوع كده وتعديها. وخلينا برضه نقول ان يعني كابتن كرام كردي وكابتن مروان عملت عليك يا كابتن يعني طبعا. مش عايز حد يزعل ابدا والله انا بقول لكم كملوك الصلاه كلها فخورين بيهم والله العظيم رجاله. ما كانش يومنا هو النهارده ما كانش يومنا صحيح لان ضيعنا كمان كتير قوي صحيح. وده مش طبيعي بتاعنا صحيح. خلينا نقول بقى ما ده مش طبيعي. احنا عايزين نشكر يا كابتن بس النيابه على الاتحاد المصري كره اليد قناه النادي الاهلي قناه اون شركه برزنتيشن لازم نشكرهم برضو عشان احنا فعلا في اول الدوره كنا بنقول المغرب بتذيع والجزائر بتذيع وتونس بتذيع واحنا ما لناش حد صحيح. فطبعا ده شكر واجب. لا كابتن ده والشعب كله متهيألي فرحان بكده. طبعا بنقول لهم هارد لك على النتيجه لكن وتتعوض ان شاء الله. احمد الاحمر واخد شيك شايف انا شيك اهو عايزينه ده احمد الاحمر بقى معلش محتاجينه ده يا ابو حميد الله يخليك في برنامج ملوك الصالات. يعني لا واضح ان ده جايزه برضو خدها احمد الاحمر ما نعرفش ممكن يكون كابتن الفريق ممكن كابتن الفريق بيستلم عشان ده لنا احنا بيجي بقى لا ده يمكن عشان المركز بياخد لا ده يمكن عشان صح برافو عليك تقريبا 15000 دولار انا شايف الرقم اي حاجه يا كابتن. ايوه كابتن مبروك يا كابتن مبروك يا كابتن 15000 دولار دول كويسين يعني قصدي اقول لك انه برضو حاجه كويسه يعني ده مش احمد احمر ده الاتحاد المصري بس ده نجاح للاتحاد الافريقي بامان يعني في الباسكت مفيش الكلام انا مش عارف هو كان في كده قبل كده كمان ولا لا انا تالف مصر
انا مش فاكر حاجه. لا اول مره كده. اول مره الفلوس. انا شايف ال 15000 دولار الحقيقه برضو رقم مش قليل يعني، برضو ممكن يغطي لك سفريه زي دي 15000 دولار. اللي جاي بقى اللي جاي بقى كابتن والنبي بقى كابتن نطلعهم اي حته. فكوا على اللعيبه شويه كابتن. بس هو الفكره اللي قصدي اقولها لك عليها ايه، انه يعني المنتخب يعني واخد سكه كويسه نقدر نبني عليه. يعني احنا بنتكلم ان احنا مش بعيد ان احنا نقدر نبني عليه. اه بالظبط. مصر انا قلت لحضرتك برضو المره اللي فاتت ان مصر منتخب مطلوب للماتشات الوديه، اسلوب دفاعه مطلوب الناس تتمرن عليه، الناس بتعمل لها الف حساب. يا كابتن انت بتخسر، انت خسرت، كسبت السويد الكاس العام اللي فات اللي قبل اللي فات. ايوه وعملت ماتش مع فرنسا عالمي وطلعت الدور الثاني وخسرت من البرازيل بضرب الجزاء في الاولمبياد. كان زمان بتلعب على احسن خمس فرق في الاولمبياد. صحيح. يعني ما تنساش برضو انا قلت لحضرتك هو اللعيب المصري بيبان في المواقف. صح. بس هو الحق يعني مش بحب الحظ، لكن توفيق. ممكن نقول ان احنا ما وفقناش وجون كان موفق اكتر مننا. صحيح. اللعيب المصري فعلا بيبان. وبص على الشوط الاول يا كابتن هيثم. صحيح. تعرف الشوط الاول لعيب المصري فعلا. بس خلينا برضو نقول يا كابتن ان احنا من عدم التوفيق برضو ان محمد عصام ما شاركش الشوط الثاني، ده عدم توفيق. خلينا نقول برضو انه المدرب الاسباني فرقه تونس غير لعبه في الشوط الثاني تماما. اسباني قاري الفرقه كويس قوي. نزل يا كابتن عبد الرحيم شايفك يعني بتضحك، دي حقيقه. نزل غير شكل المنتخب التونسي خالص. صحيح. 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 يعني برضو هم عندهم جهاز فني، المدرب الاسباني عمل شغل كويس جدا. هو لازم يذاكر الفرقه اللي هيلاعبها كويس، وهم عملوها كويس صراحه. لو الشوط الثاني بصراحه احنا عدم توفيق نهائي. ما دفعناش بيلاقي الحته الفاضيه دي. يعني احنا ولا بنضم له هنا ولا بنضم له هنا. بالظبط. هل بقى يعني انا ما اعرفش هل الكابتن توهاني كابتن؟ لا كان اي يلعب واحد على واحد ومحدش يضم عشان ما تدخلش الونجات مثلا. لا توهاني. ولا احنا ما كناش مركزين في الحته دي وعايزين نروح نجيب جول. لا اللعيبه تايهه يعني مش يومها. يعني محمد ممدوح مثلا طبعا انا بحييه مستوى مميز، قطع كوره الكوره بتنط هو جري قطعها وجري عشان ياخد الكوره يجيبها جول. طب اقطعها والمها الاول. ايوه امسكها اضمنها، اعمل حيازه الاول اضمنها، وبعد كده اديها لزميلك واجري انت هات الجول. بص يا كابتن لا بقى كابتن ده شكله رئيس الدوله. لا رئيس الدوله. طبعا. وانا سمعت ان نائب رئيس دوله الجابون كان لاعب كره يد اصلا. نائب رئيس دوله كده كابتن خالد او سياده السفير. سياده السفير. سياده السفير احمد بكر هو اللي بلغنا. انا عايزين نشكره برضه يا كابتن على الهواء الصراحه. الناس كلها البعثة كلها الصراحة والسفارة المصرية بتقول ان السفير والسفارة بجد يعني معالي السفير شكرا للاتحاد المصري لكرة اليد. اكيد كابتن خير العوضي كابتن هشام نقلوا هذا الشكر، بس برضه حقنا اللي احنا بنسمعه وننقله الصراحة. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر طبعا السفارة المصرية هناك لان تواجدهم كان مهم وكان فيه مساعدة كبيرة جدا لمنتخب مصر. طبعا ده تسليم الميدالية الذهبية لمنتخب تونس. الف مبروك منتخب تونس الشقيق. يمكن فرحة منتخب تونس كبيرة لانه كان كل التوقعات رايحه لفوز منتخب مصر، فتبقى الفرحه فرحتين دبل. اللي انت كسبت فريق كبير. بثلاثه. انتوا مش ناويين تعملوا بثلاثه كابتن في اليد بقى ولا ايه؟ خلاص بقى انت بطلت خلاص. لا انا قصدي اقول انه كابتن هيثم كان في الثلاثيات حاجه يعني الصراحه. ربنا يخليك يا كابتن. لا بجد والله انا فاكر. لا بجد كابتن هيثم راجل يعني بص خد بالك الطايره واليد والسله كلهم ولاد عم، واحنا كلنا دايما في الصلاه بتتفرج على دول وتتفرج على دول وتمرينك ورا اليد تمرينك ورا. وزمان ايام المنتخب في مركز الاولمبي في المعادي تلاقي كله موجود مع بعض. صحيح صحيح. وتمرينات ورا بعض. لا دايما تلاقيهم قريبين حتى في الالعاب الافريقيه في الدورات الكبيره كلنا كنا بنبقى مع بعض الحقيقه. طبعا. ده لاعب مصاب في تونس الحقيقه داخل على عكاز برضه دايما بنميمه. اتصاب هو حضرتك قلت لي اول يوم او ثاني يوم من البطوله. ده اتصاب النهارده. ده اتصاب النهارده. بس هو كان عندهم لاعب مصاب اصلا. ايمن. فقصدي اقول الف مبروك طبعا لمنتخب تونس الشقيق الحقيقه. يعني لعبوا مباراه كبيره استحقوا الفوز. بنبارك لهم اكيد. بنبارك لهم طبعا. دي الرياضه. بالزبط. ودي الثقافه ودي اللي لازم تتنقل للناس. صحيح. يعني صحيح. انت بتحاول وبتعمل اللي عليك، تخسر عشان تيجي تشوف انت عملت ايه صح وايه غلط. مش هنصحح لو كسبنا هنقول كل شيء زي الفل يا كابتن. صحيح يا كابتن. يعني لازم طبعا بتجي لنا ربنا يدينا واحده كده. كابتن عبد الرحيم حضرتك شايف يعني اهم مكاسب البطوله ايه؟ يعني احنا اكيد طبعا زي ما قلنا ان في لعيبه كسبناهم، شايف ايه تاني من مكاسب البطوله دي منتخب مصر؟ الروح بتاعت اللعيبه المصريين النهارده او طول البطوله يعني روح غير طبيعيه. وبعدين كنا بنعلى من ماتش لماتش، يعني مباراه لمباراه بنعلى جامد. صحيح. وبنقرب من بعض اكتر. هو بس اللي انا زعلان منه النهارده. اتفضل كابتن. ان احنا الدفاع في الشوط الثاني خصوصا يعني الوينج راي بتاعهم حط اربع تجوان ورا بعض ما ضيعش الا كره واحده.
الوينج رايت. ما عشان خد فرص سهله. دخل لوحده. بص يا كابتن مليون المية كلام حضرتك صح، هم تفوقوا التوانسة بأمانة النهارده. وبعدين كان الدفاع. كان كمان حتة دخول الخط الخلفي كله من النص. صحيح. ما يعني الباك ليفت ما فيش حد حاجة من بره خالص. خالص. كله من الاختراقات. يوصل للسبعة متر. يعني يوصل. لو كنا يعني بس كنا يعني معلش أنا بقول. يا كابتن احنا بنتكلم برضو ده شيك لمنتخب تونس $25,000 مركز أول. المركز الثاني مصر خدت $15,000. واكيد التنين 8 بقى ولا حاجه. التنين 8 ممكن يكون 8 او انجولا ممكن ما كنتش خدت، ما شفتش انجولا خدت شيء. ما شفتش انجولا انجولا مش عارف بقى، بس معلش بقى يعني اللي سبق قال النبأ بقى. يعني هو دلوقتي احنا الحمد لله فاينل، بس تهالي انجولا ما شفتش خدت شيك لا. فهو يعني ده يعني لما نقول $40,000 مكافئات في النهائي ده مينيموم، احنا ما شفناش انجولا خدت بس وارد جدا تكون خدت. انما $40,000 بتهيألي يا كابتن عبد الرحيم برضو حاجه جديده في الاتحاد طبعا يعني مبادره كويسه. وبعدين في حافز بقى دلوقتي كمان حافز مادي. صحيح. غير البطوله. صحيح. والاشتراك في بطوله العالم. صحيح. او الاولمبيات او في حافز مادي. صحيح. زي الكوره بقى دلوقتي يعني بدانا نقرب يعني الرقم مش كبير ولكن بدايه. لا بدايه دي اول مره تحصل. لا الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي لكره اليد الحقيقه عامل شغل كبير جدا، يعني يمكن اتحادات كتير جدا بتاخد منه الافكار. خلينا اقول برضو حاجه انه يعني كره اليد الافريقيه محتاجه طفره شويه، لان احنا الموضوع دلوقتي اصبح مصر تونس فاينل دايما بنلاقي بكل بطوله افريقيا غير بطوله اوروبا غير بطوله اسيا. يعني محتاج الاتحاد الافريقي يدعم الفرقه الافريقيه اكتر من كده عشان يبقى في مستوى احسن من كده. هو يا كابتن في دورات تدريبيه بتتعمل للمدربين هناك، في محاضرين دوليين، وبالتالي دكتور خالد حموده ابرزهم يعني في الاتحاد الدولي دايما بيبقى في البلاد الافريقيه كدورات تدريبيه او كشرح كره اليد او 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 فمتهيألي هم لازم يبتدوا يستغلوا الناس دي. والله واحنا لو مصر لو في اي دوله عايزه من مصر دعم فني دعم اداري لفرق معينه اكيد مش هتتاخر طبعا. لا يا ريت الاتحاد مش هتتاخر. لا طبعا ممكن طبعاً الاتحاد يوكل لك، الاتحاد الافريقي يوكل لك الموضوع ده في حاجات معينه. مش مشكله يعني احنا يعني قصدي اقول لك ان لما الاقي لما الاقي احنا من يعني هاندبول يعني نادرا ما تلاقي مدرب في مصر، الناس كلها في الدول العربيه. صحيح. يعني لا احنا سباقين في الهاندبول محدش يقدر يقول لك كده يعني. فاحنا لو كان الموضوع يتحول لافريقيا والله احنا يعني في ظل هذا الاتحاد اللي احنا فيه ما عندناش اي مشكله ولا شايف الاجواء السياسيه كمان طبعا في افريقيا. في انفتاح مصر رجعت دورها الكبير في افريقيا تاني كمان. بالظبط. فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا ندعم هذه البلاد لها بعض الخبرات لها بعض يعني البلان بتاعتهم نخش معاهم فيها. صحيح. لان دي حاجه بتصب في الاخر في مصلحه البلد يعني الثانيه. واحنا شايفين لغايه دلوقتي لسه طبعا منتخب مصر موجود بارض الملعب والثلاث فرق موجودين، تنظيم على اعلى مستوى. شايفين الساده الصحفيين طبعا ليهم مكان معين بيقفوا فيه، تنظيم عالي، الملعب شكله حلو. يعني انا لو شفت الملعب ده يعني معرفش ما تحسش ان انت في افريقيا الحقيقه. حلو. يعني تطورت. صحيح. افريقيا جدا. صحيح. جدا الحقيقه. يعني بتهيألي الجابون هتبقى يعني اتوقع السنه الجايه واللي بعديها ممكن تستضيف دوري الابطال، ممكن تستضيف هاندبول ابطال الكؤوس. كدورات كانديه هتستضيف، لان الملعب ده مش هيتساب كده في افريقيا ابدا. اكيد هتستضيف دوره ثانيه ثالثه. يعني طبعا عندنا نادي الاهلي بيستضيف ثلاث بطولات في شهر 4 ابريل. طيرة. السوبر لا الطايره في شهر 3 واول 4. أربعة بقى كله عندك سوبر ورجال وسيدات وطبعا أكيد هيبقى في تنسيق ما بين النادي الأهلي طبعا وحضراتكم في الاتحاد. تمام. لا تم توقيع البروتوكول طبعا غطيناه مع المهندس هشام وكله تمام وطبعا ليهم كل بالزبط. الدعم ومفيش مشكله اصلا. ممكن يعني كذا فرقه من مصر هتشارك تقريبا. صحيح. هو الزمالك مش هيشارك. لا الزمالك مش هيشارك بطوله الكؤوس لان هو بعيد كده. انما هيزال. هو خد ابطال الدوري خلاص. فبالتالي احنا من حق في فرقتين يشتركوا في ابطال الكؤوس غير الدوله المنظمه. بالظبط. يعني بالتالي هيبقى هليوبلس وسبورتنج. وهيحصل ده. انتوا سبورتنج هتشاركوا يعني هناك في سبورتنج. يعني هم ياخدوا القرار. انت بتتكلم معاهم بقالي شهر. انت بتتكلم معاهم والله سبت النادي بقالي شهر. انا عارف والله مش متابع. انا فاهم بس اكيد بيكلموك بيقولوا لك والله مش متابع بس اخر حاجه انا كنت مقدمها ان احنا نشارك. انهم يشاركوا وهليوبلس كمان بس هيحصل دعم بنات كمان. وبنات. برافو. وبنات لان احنا تاني كاس بنات. بس كابتن قالوا لي انت مدرب نادي سبورتنج بالثلاث سنين بنات. والله؟
ما انا عارف كابتن. قول لي شايف البنات عندنا او يعني دوره البنات اللي جايه افريقيا مين اقوى فرق هتبقى مع النادي الاهلي سيدا؟ انجولا كالعادي، انجولا وتونس وبعدين نخش احنا ونخش والجزائر برضو لو في فرق. في محترفين جايين يا كابتن العلوبي؟ نعم في محترفين جايين مع النادي الاهلي، هيجيب دعم يعني فرق البنات يعني للان ما فيش تفكير. بس اللي انا اعرفه ان تونس بيجيبوا محترفين. تونس على يد انا يعني كنا بنلعب في بطوله عربيه في المغرب، ثاني يوم بعد مباراتنا الاولى كسبناها مع الجزائر، ثاني يوم جابوا اتنين حاجه من فرنسا، حاجه فظيعه يعني، دفعوا فلوس وجابوا. بس انا بتهيالي ان شاء الله النادي الاهلي هيجيب. خلينا نقول ان برضو رئيس لجنه منظمه استاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره الحقيقه طبعا يعني اكيد بيستفاد طبعا من خبرات تنظيم بطوله افريقيا اللي فاتت بتاعه الباسكت بول كانت في النادي الاهلي واحنا خدناها، فكان ساعتها الدكتور مهند مجدي هو رئيس اللجنه المنظمه ونجحت كتير جدا. وخلينا نقول ان في تنظيم، انا رحت بالصدفه كنت في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بنتابع النادي وبنشوف الدنيا اخبارها ايه وبنقعد نتكلم وكده، وكان عنده برضو الكابتن خالد ابو زينه شغل انا بقول لك ما بيناموش عروض اوتيلات عروض ما بيناموش. بس النادي الاهلي خبره كده خبره يعني هو فايل بيطلع الفايل بنعمل 1 2 3 4 وده احنا نصحنا بيه في سبورتي وكده ان احنا لازم اي حاجه نعملها تبقى فايل بالظبط. سبورتي برضو منظم كان بطوله السله سيدات العربيه من سنتين ايوه كانت ناجحه جدا جدا برضو. انا شايف رئيس الدوله بيقول كلمه كمان اكيد للفرق المشاركه يعني شايفين برضو رئيس الدوله برضو يعني في يعني زي ما تقول في تنظيم في بروجرام معمول لحفل الختام. حلو حلو بس ارجع اقول لك يا كابتن بسيط يا كابتن بص ايوه بسيط يا كابتن لسه رقي بالبساطه برافو عليك رقي بالبساطه بص مش يعني انا اتكلم بقى يعني نفتح قلوبنا شويه طبعا. طيب مفيش شقلبظات لا 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 مفيش حركات في الفاينل مفيش حد مفيش الله ينور عليك بص بص ببساطه ايوه الله ينور عليك مش بالضروره يا كابتن عبد الرحيم ان انا اعمل حفل ختام اجيب فيه شقلبظات ولا لا ممكن في حفل افتتاح انت بتنشر ثقافتك ثقافه او تاريخك او تافه بتبقى رساله موجهه بطريقه معينه بتعمل تحرك السياحه الناس بتشوف الناس. انما حفل الختام انت راجل بتسلم جوائز مش عايزين بقى ايه ببساطه حفل ختام محترم محدش يقول غير كده حاجه تشرف يعني بشكل كبير جدا طبعا. خلينا يعني نتكلم ان الحقيقه الجابون نظمت البطوله بشكل كبير ناجحه 100% وانا كاحنا كاتحاد ما استقبلناش اي مشكله قبل تريحه صحيح دي لوحدها دي لوحدها بالنسبه لنا انت بتبقى رايح قلقان صح يعني انا كنت رايح جابوني انا قلت مش هروح عشان قلق قلق عمرو ما قلت لا اروح مش عارف ايه لقيت الناس لا مبسوطه والحمد لله عدت ومفيش مشكله حتى كابتن خالد بيخش كل يوم معانا في المداخلات ما قالش ان احنا قابلنا كذا وحاولنا نحل يعني الحمد لله يمكن هو طبعا شاطر كابتن خالد خبره كبيره طبعا فاكيد مهيئ الامور كلها مع الحاج كرام كردي مدير الفريق دول مهيئين الامور كلها بس برضه في حاجه كنا ايه عرفناها وكنا قلناها فالصراحه انا بشكر دوله الجابون على هذا التنظيم بتاع الاتحاد الافريقي لاختيار هذه البلد يعني كابتن عبد الرحيم خليني اقول لحضرتك برضه انه يعني ما حدش قصر النهارده برضه يعني لازم نقول الكلام ده كابتن مروان عمل اللي عليه الجهاز الفني كله عمل اللي عليه اللعيبه عملوا عليه توفيق او عدم توفيق سواء للجهاز الفني للعيبه ما كانش مقصود هو ما كانش يمنى يعني ما كانش بقول لك ضيعنا كتير وبدلك بقى يعني مش عاوزه تخدمنا النهارده مش يمنى يعني زي ما قلنا قبل كده لو حطينا بلنتيين العمليه ولو تعادوا 100 مره هيتجاب بالظبط ومين اللي بيضيع؟ اسلام كان والاحمر عمرهم ما بيضيعوا بالظبط كده فيعني هي ما كانش يمنى وان شاء الله تعالى وخلي يعني بالك برضو يا كابتن رحيم ارجع اقول لحضرتك انه اللعيبه يعني بص بيبقى حاله انا ممكن ساعات انزل الملعب الاقي نفسي مفوق ومركز وبتحرك وممكن تنزل تلاقي نفسك في حاله توهان كده في الماتشات دي بتبقى وارد تحصل يعني انا كنت حاسس باللعيبه النهارده دفاعيا لا مفيش ترابط وهو الدفاع يعني روح صحيح لو احنا واحد بيقابل الاثنين تحتيه عشان يغطوه التوانسه عملوا كده النهارده كانوا مقفلين كويس قوي وخوفونا وبعدين النهارده انا برضو بشكر الكابتن مروان ان النهارده لما اتقفلت تحت الدايره خالص بدانا نشوط من بره من 8 وال 9 متر يبنى. ودي لاول مره يحصل الماتشات الثانيه كنا بنخترق براحتنا صحيح. يعني النهارده وجرينا في وسط بريك وعملنا لا النهارده بس مش يمنى واحنا قلنا من اول اللقاء يا كابتن عمرو حتى انه الدفاعيا هم تفوقوا جدا
وكره اليد دفاع وفاست بريك مهم جدا الموضوع ده، ولكن هم توفقوا خاصه في الشوط الثاني دفاعيا بشكل طبعا. بشكل كبير. هو حضرتك قلت هاند بول دلوقتي دفاع وفاست بريك، احنا عندنا كام مشكله في الدفاع زي ما حضرتك كابتن كل هجمه علينا جول. قلت ايوه الواحد على واحد في مساحه بيعدي تصويبات تبقى قريبه قوي من حارس المرمى، فبالتالي مفيش فاست بريك يا كابتن. صحيح. فاحنا فقدنا المستين. بالظبط. ولا دفاع ولا فاست بريك. صحيح. ده الشوط الثاني. يعني دي هجمه فاست بريك. ده الشوط الاولاني يا كابتن. بص الشكل يعني باين. كان ده الشوط الاولاني. تمام؟ كل الفاستات بريك كانت الشوط الاولاني. كابتن قلوبي عامل سكاوتنج بيقول لك ولا فاست بريك الشوط الثاني. صحيح. فانت معناها ان انت ما دفعتش هجمه منظمه عليك. كل هجمه عليك بتيجي جول. بتيجي جول بقى. بس على فكره حتى لو جه في الجول ممكن تبني هجمه. ايوه فاست بريك. ايوه تسنتر بسرعه. تسنتر بسرعه. تسنتر سريعه. بس انت بقى بتبقى تعبان بقالك فتره بتدافع. مش زي ما كل واخدها بالدفاع خلاص كابتن. مش زي الشوط الاولاني. صحيح. ومفيش لعيب بيبقى داخل عايز يضيع. كابتن في نقطه كمان ايجابيه جدا النهارده حصلت رغم ان احنا اتهزمنا، ولا فاست بريك علينا النهارده لان نتيجه هي الفرقه بتجري اصلا يا كابتن. بالظبط. نتيجه اولاد صغيرين وبيرجعوا بسرعه وبيلعبوا سريعه. صح. فاحنا ولا فاست بريك النهارده علينا لان الرجوع بتاعنا كويس. احنا اللي عملنا عليهم. احنا اللي جينا عليهم. صح. احنا اللي جينا عليهم. والتخوف كان العكس. فدي كانت نقطه كويسه جدا جدا. بس خلي بالك يا كابتن اليد يعني فيها مهارات كتير. الترانزيشن ديفنس والترانزيشن في الاوفنس. والترانزيشن في الاوفنس بيبقى ازاي من على الوينجات ولا بتجري ازاي؟ وكمان لما بترتد توقف الكوره ولا بترتد تاخد مكانك؟ يعني في مهارات كتير. بتدافع على مساحه ولا بتدافع على فرد؟ برافو عليك. لو هو اللي جامد محرك تمسكه مان على طول. في 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 شغل. وخلينا برضو نقول النهارده بنبارك لمحمد ممدوح هاشم احسن لاعب في الدايره في افريقيا، وعلي زين احسن باك رايد احسن باك ليفت واحسن لاعب في البطوله. يعني علي زين خد لقبين النهارده، احسن لاعب في البطوله واحسن باك ليفت. الحقيقه برضو دي حاجات ايجابيه. ده الاحتراف يا كابتن. ده الاحتراف. برافو عليك. انت قلت كلمه واحده. ده الاحتراف. بالظبط. ده الاحتراف. طلع الناس بره، سيبها تجرب. اللي يفشل يجي، مفيش مشكله، وارد. صحيح. واللي ينجح سيبه. صح. النادي يسيب. صح. نسخر سن اللي بيطلعوا شويه. صحيح. نساعدهم. صحيح. احنا اللي ندور لهم. هو مش شايف يدور نادي زي سبورتنج ولا الطيران ولا هليوبلس ولا المعادي ولا 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 شوف الاهلي والزمالك هيعرفوا منين يوصلوا ان اللعيب ده يروح يحترف. صحيح. صحيح. ما فيش خبرات. انا بقول لحضرتك انا كنت رئيس جهاز 4 سنين او 3 سنين ونص. انا بقول لحضرتك ما عندناش هزيل ملك. فانت حضرتك دلوقتي كاتحاد الفرصه مواتيه ان انت عرفت ايه اللي بيبرز عندك. صحيح. عايز زين بقى كويس ازاي؟ ممدوح هاشم برز ازاي لما احترفوا واحتكوا وي 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 وي. صحيح. فننقلها بقى لمرحله اقل. صح. نلحق من بدري. نلحق نركب مع الناس. نلحق نركب مع الناس. الحاجه كمان يا كابتن كويسه، عندنا بنتين محترفين في فرنسا. مروه بنتين لاول مره. ورحاب جمعه. مروه عيد ورحاب جمعه. فدي برضو طريق. وبعدين في بنات صغيره. البنات اللي كانوا معايا امبارح كلهم عايزين يحترفوا. يعني الحقيقه يعني بول. كان 98 مواليد 2006 بيقول لك احنا عايزين نحترف. والله ده انا اتبسطت جدا. اخذ اول جمهوريه. وفي بنت من الشمس. بقول لحضرتك 2006 2007 عايزين نحترف. يعني بكلمك. برضه في الطريق ده. لسه بقول لحضرتك في عايزين ننمي الثقافه دي عند الولاد انه يطلع بره. في بنت من الشمس برضه بتحترف دلوقتي اللي هي باك ليفت باك رايت. ده باك رايت اشول شولة هي بنت علي شاهين. ملك شاهين. ايوه ملك شاهين. ايوه دي برضه طلعت برضه. طلعت على ما اعتقد. الله على ما اعتقد. فدي حاجه كويسه جدا. لما نقول لهم تعالوا العبوا منتخب يجوا. لا لا يجوا. بالعكس يا كابتن انا لما كان الدكتور خالد. الاتحاد السابق ان في ناس امتنعت. لما كان الدكتور خالد ماسك الاتحاد وكنا في ندوه في اسكندريه فانا قلت له يا دكتور خالد عندنا بنات مستواهم عالي في ده محلي. مع الاثنين الاجانب اللي هم بيلعبوا محترفات بره نقدر نعمل منتخب كويس. على العموم احنا طبعا الكلام في كره اليد لن ينقطع. بشكر حضراتكم. بشكر كابتن عبد الرحيم الايوبي نورتيني وشرفتيني وهارد لك لمنتخب مصر والف مبروك على التاهل لكاس العالم وبنبارك للمنتخب. الحمد لله يعني ربنا كاتب لنا ان احنا النهارده ما نكسبش بس خير ان شاء الله. عندنا منتخب كويس واعد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يعني خيرها في غيرها باذن الله. كابتن عمرو فتحي عضو مجلس اداره اتحاد اليد هارد لك مبروك التاهل لمنتخب مصر لكاس العالم. الحمد لله. وهنكمل اللي احنا ماشيين فيه والجهاز ماشي فيه والعناصر اللي موجوده وهنزودها ان شاء الله. ودي حاجه كويسه تدينا اليرت كده ايه اللي المفروض يحصل. يعني اكيد طبيعيه. يعني اكيد ان شاء الله. الحمد لله. اعزائي المشاهدين هارد لك منتخب مصر حصل على المركز الثاني في بطوله افريقيا بالجابون لكره اليد في نسختها 23. تونس رفعت لقبها
ل 10 بطولات. الف مبروك منتخب تونس على البطوله، منتخب تونس الشقيق. بنقول ان هو دي الرياضه، في يعني اكيد في الاخر هيبقى في فائز ومهزوم. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه، ونتمنى كقناه النادي الاهلي ان احنا ما نكونش اثرنا في البطوله في اي شكل من الاشكال، كنا اجتهدنا بشكل كبير عشان نساعد منتخب مصر لكره اليد، والحقيقه ده دور النادي الاهلي وبالتالي هو دور قناته. بنشكر شركه برزنتيشن الحقيقه اللي لازم نشكرها شكرا جزيلا، ان هي اخذت حقوق البث ومكنت الشعب المصري كله انه يتابع منتخب مصر، بنشكرها طبعا. واكيد الكلام ده بنستنى كمان من شركه برزنتيشن اكتر من كده في الالعاب الصالات، لان الحقيقه يعني ده دور كبير هي بتقوم بيه وواخده على عاتقها، وان شاء الله تقدر تكمل فيه. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع ملوك الصالات في اي مكان، في اي صاله افريقيا بره هنكون معاهم باذن الله، فالى لقاء اخر مع ملوك الصالات. شكرا جزيلا.